السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتهم جاية من الفيديو أو إنهم تشتركوا في القناة مسألة 100 مشترك واضغط لايك مسألة أكبر عن لايكات الريفيو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو 2 زبون السلة في بنك واحد زبون الفيديو بيزكم كوباية في كل جزء إزاي كل كوباية بتنزل في الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل إزاي. عن واحدة بيه راح كل الناس راح كل الناس مع بعض دي بيلف الاسخان بيعمل عرض بس لف اللي فوق بعد كده ايه هيلف اللي تحت لفهم ازاي. بص هيجي عربية ونلفهم ونقفهم من جهة البلياردو حتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه بابا بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش فوقت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه للبيت هتلاقي دي نوع من اللزق جامد تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه تشال بعد كده هيشيلها ميه هتنزل ايه تاني بعد كده هيحطها تاني بدل ما تغير البرميل ولا اي حاجة لا تجيب لزق وتلزق دي بلون العمارة. شوف ازاي واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل بيحرك ايديه بيعمل بيدي كده رايح جاي لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيروح طاير بالحبل يقوم ده من التاني بيحطه تحت المصنع الشفاير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الارض ويتزاحف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوفها مبسوط ازاي الآلة ديت بص ولكن في أي كسر دي تزحلق على الماء يفقع معايا عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض دي بيفتح حتة الرفيعة عشان بيقطعها بيقطع حتة الرفيعة خالص. شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع كلهم غاز واحد دي برضه نوع من اللزق اللي بيرمي على المية بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصل المية بتدف خرسانة كمان وصلها وركب في أي حاجة بس تلاقي النوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حط تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي مصورة مكسورة بيجيب اللازم دي بيلف من حوالين دي بيطلع عامل زي سلايم سلايم بص عامل ازاي وواحد عايز الناس يلعب فيه دي برضه بيقطع حاجة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال نقطع فيه دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعت التفخيم وكده تزيين العربيات دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص ده برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن انت حتة غلط تطلع يعملها من اول جديد لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده انت بس عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس اهي دي بتفرم التلج بتفرمه وصل الكسر ازاي تنسفه وصل بيطلع كمان دي بتنضف الاسمنت وصل الكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول يروح جابه من هو جاي دي برضه بيطلع حتة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطعها وعمال يقطع تلاقي نوع من الخشب دي خشب 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 دي خشب دي برضه تقتل الفحار تتم تصنع منه جلة تصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وهما جايين يمسكوا حاجة حادة اللي هما جايين يرسموا عليها يجوا يمسكوا حاجة حادة موت جاب موسى عشان ينعمها بيديه عندها بقى جايين بقى رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم دي بنعينها وخليها جمع دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت بيتوسخ. شوف كده بقولك ازاي اللزقة بتعمل بص حط اللزقة ولكن في أي حاجة بص دي بدل ما تغير التانك ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة ولا يحصل أي حاجة. اهو بص دي ورينا برضه دي برضه يمكن نظام زي الطهي اللون اللون لون المبنى وانا مش عايز اللون وكده
دي برضه بيرسم على خشب ديكور، بيرسم ديكور بيسموها يدوي مش آلي، فيها شكات بتعمل بالآلة بس دي يدوي. دي لون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاكل الصفة ولا حاجة؟ وهي دي بقى دي شوها بيمشي عليه جبل في حبل وبيمشي بيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجع ممكن بقى يموت، هو واحد يبقى عايش لك وانت هيمشي. ايه دي يا ابني؟ في برضه دكتور نوع من الكعك اللي بتاعه واو عمال يقطعها. في برضه النحاس لون الفرق اللون، في بتاع البنات وكده بتاع البنات. شوف دي بتشيل حاجة جامدين من جواها، تلاقي دي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاع تلفت أي حاجة، لف السجاد وكده دي بتكون جواها. بيقطع شوف سكينة عاملة ازاي ملتوية، سكينة ملتوية بص عمال يقطعها. ده بقى أكبر مادة ملونها، ملون اتنين فخار. شوف المشهد الأول كمان يعمل فيه في لفعة للخيزران، بيقطع الخيزران مش عارف بقى بتستخدم فيه في علاج أو في طهي أو بتستخدموه في حاجة الخيزران ده. شوف السكينة حامية ازاي، دي النحاس بيستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بيستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع طهي، الطهي ده بيصنع وقت الحاجات بقى من بين ده وحاجات عرفات وبرنامج الحمد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، لان دي سنايبر كمان. شوف دي ورق، دي ورق دي قطع. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري له حلقة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه نوع من التمارين، برضه نوع من التمارين عشان يقدر نكتلف زي الفار كده، دي الفار بدون ما يعمل. واو دي برضه ملزق سبحة، ملزقة أشكال بتاعت رمضان فانوس أي حاجة. وعمال يعمل عمل دبدوب في الآخر. واو دي نوع برضه من الزيت، بس دي زيت ناشف، ونوع برضه من باع طهي ولا أي حاجة، دي زيت ناشف برضه. وعمال